تنك ليه بالحق بمواصفات عالمية ياسر ياسر محليف. تحس هكا كأنك تتفرج في معناه فيلم في السينما. قبل كل شيء نقول لك مبروك على ابن الأرض البارت وان. كانت ندوة صحفية زادة ناجحة حضر فيها صابر الربيعي مقديد السيلي وبرشا فنانين أخرين محمد الأسود باش ما نقعدش باش ما ننسى حتى حدا وكنسلموا عليهم الناس الكل. كان تحكي لنا كيفاش الفكرة وكيفاش هكا قلت خلينا نعمل فيديو كليب وخاصة انه يعني فيديو كليب متاع عازف ما خفتش انه ما ينجحش ما يتفرجوش فيه تصرف عليه برشا فلوس ومن بعد ما تلقاش النجاح اللي انت تمنيته. والله هو فما راهو الريسك والفنان اذا كان يحب يقدم ولا يحب يطور في يعني في روحه وكل شيء يلزم ياخذ الريسك في اي تجربه فنيه لازم فما ريسك. معناتها هذيا كان باش تقعد خايف تقول لي ها نو زعما نعملها زعما ليه راك ما تعمل حتى شيء تصدم تصدم صحيت بالضبط بلغتنا العاميه تصدم ديريكت. هي انا بون بالنسبه لي انا معناتها وبالنسبه لبرشا يعني موسيقيين وبرشا ناس تفرجت فيه الكليب معناتها قالوا ستون بريمير في العالم العربي. انا نقول هذا يعني مش من باب التباهي وانما يعني من باب معناتها يعني فما قفزه نوعيه في طريقه تقديم المنتوج الموسيقي يعني فما قطع مع المقاربه التقليديه يعني مش كيما قبل مش كي تشوف توا الكليبات المصورين على الطريقه الروتانيه تشوف معناتها ياخذ لك مثلا الفنان في هاو بلون مثلا في كرهبه بلون في فيلا في بحر مدلها ورده فما كرياتيفيتي في الكليب نتاعك جابت له كذا ديما حب طلع هبط زوز سيترونات وبعد يقول لك 100 مليون و200 حاصيله. انا شنو اللي يعني نخم فيه بويسك انا يعني موسيقي وعازف كمان دونك انا من دوري لهنا حبيت نثمن الآلة هذية وحبيت نعطيها مقامها الحقيقي خاطر احنا يعني في ثقافتنا العربية الموسيقية جرت العادة انه الكمانجة هي رديف للصوت او للمغني يعني بمعنى انه الكمانجة الآلة ديما معناتها ماش ماخذة حظها كما الصوت في يعني في الثقافة متاعنا. دونك انا من موقعي يعني كانتربريت وكعازف وكمؤدي معناتها قلت علاش ما نحطوش الآلة هذية نحطوها في صورة تكون صورة يعني معاصرة تكون صورة تعطي صورة على الثقافة متاع التونسي التونسي يعني المتأصل في هويته يعني التونسية ويعني بما فيها من اللغة وثقافة وتاريخ ومعناتها يعني كل حاجة يعني متعلقة بالثقافة متاع بلادنا وفي نفس الوقت التونسي المتناغم والغير معارض والمنسجم مع الثقافة العالمية يعني والمنفتح على كل ما هو يعني في توا في العالم على خاطر توا اليوم نشوفوا أنه العالم أصبح أشبه بقرية صغيرة تختصروا فيه المسافات يوتيوب نشوفوا معناتها الناس معناتها العالم الكل توا ماشي يعني فيك يعني في التوندونس نتاع الفيزيون نتاع يعني هي شنية الثقافه شنية هي روح متجدده تتاثر مع الوافد وتتاثر بالاصل فهمت دونك الثقافات نشوف فيها اليوم هي نتيجه يعني تلاقح صار يعني انت عبر مئات 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 السنين حبيت توصل مساج انك انت تعشق آلة الفيولون وحبيت تعطيها قيمتها وقدرها اللي تستحقه وحبيت الجيل الجديد اللي بتيتخ فما برشا جيل جديد قاعد يتعلم توي كانوا يعزف على آلة الكمان ما تحبوش يتاثر بالبكين بالفيديو كليبات اللي قاعدين يتعديه وتويكا وقاعدين خاطر راهو شوف سامحني خاطر راهو بدل في العقليه معناتي محمد صحيح انا شو انا معناتها تو كي تشوف يعني في البدن يعني متقدمه تشوف الآلة قديش عندها صيت وقديش عندها قيمة على خاطر راهو كي نشوفوا حتى يعني تاريخيا وعلميا يعني في سياق يعني تعريف الموسيقى الكونية نلقاو أن الآلة تخلقت الصوت يعني الآلة معناتها الآلة معناتها هي معناتها الصوت هو خلق قبل الإنسان اللي هو باش ديجا باش يغني يعني هما الدرجات الموسيقية في شكل بالطبيعة اهتزازات ورتدادات فيزيائية وكل شيء برشا تشكشكت فلسي حاسي دونك احنا شنو قلنا خلينا نجيو نجيبوا الآلة هذية ونعملوا لها فيلم ونعملوا لها سيناريو هذايا يكون فيه قصة فيه معنى
مش هكاك يعني كيما جات جات باراشوتير. احنا قلنا شنو؟ احنا قلنا نجيو ابن الارض هذايا ديجا العنوان نتاعو قصه كامله. معناتها هو شنو هو يعني هو يعني مشروع موسيقي سينماتوغرافي معناتها انجز على زوز كليبات بار وان وبار تو. فهمت بار تو باش نلقاو معاك بشير بشير الغربي ولا تفرقتوا ولا كيفاش؟ لا, لا 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 احنا يعني ما تفرقناش, احنا ديما نخدموا ديجا ديغنيغمون مزلنا كي مشينا لوزباكستان في اطار مهرجان العالمي. جائزه ثالثه دونك مبروك عليكم. عملتوا مشكله غاديك, عملتوا تنديد على حضور لجنه من اسرائيل وما تهنيتوا لما خرجتوه الراجل. لا مع اخي معناتها هو باش يحكمنا حتى يعني من باب يعني نحكيو يعني موضوعيا. السيد سيتام بروديكتور يعني ماهوش يعني موسيقي هو اصلا ما يفهمش. فهمت وان بلوس يعني من اسرائيل وباش يحكمنا في اطار الموسيقى المقاميه معناتها اون بلوس العالم العربي كل شارك الناس كل جد ضد. فهمت بداوها بالطبيعه يعني اللبنانيين هما اللي